يعني أسألك عن الأمراض والآفات، هل هناك يعني حالات ينتقل فيها هذه الأمراض إلى الإنسان؟ هل هناك أمراض مشتركة مع الإنسان؟ نعم موجود طبعا، أمراض ومرصودة حقيقة هي من سنوات، هي موجودة في المملكة مثل ما هي موجودة في كثير من بلدان العالم، مسؤول عنها عدد من الجهات في المملكة، يوجد لها غرف مركزية حتى أنها تدير متابعة هذه الأمراض من ناحية أعمال التقصي أو أنتم لكم أي دور في هذا المجال معهم؟ نعم يعني دور هي من الاختصاصات اللي نقلت لمركز وقاء. نعم. وش الاحتمالات والمخاطر اللي تأثر أو تأثر لتأثر الإنسان بالأمراض الحيوانية؟ طبعا حسب، طبعا مثل احنا نتكلم عن حمى الظنك طبعا يصاب الحيوان كذلك تنتقل للإنسان ويسبب طبعا أعراضه مثل أعراض الحمى العادية اللي يصاب فيها الإنسان، لكنها متابعة طبعا من سنوات وفيها. هل ترصدون نزول وصعود لها ولا في تقارير يومية وأسبوعية وشهرية؟ تشوف اليوم أنها أقل من مخاطرها في السابق؟ نعم، هي حمى الظنك احنا نتكلم عن شيء طبعا مسيطر عليها حقيقة من عقود يعني. ولا لا يعني نعم صحيح، مسؤول عنها عدد من الجهات، لها خطط حقيقة تكاملية وعلى سنوات ويتم متابعتها بدقة، وفي مؤشرات طبعا إذا لاحظوا أنه في ارتفاع أو تحرك خارج النطاقات اللي المقصودة فيها يتم على طول مباشرة. وبالنسبة لحملات توعية المجتمع هل تجدون لها صدى ناجح؟ طبعا نعم ضروري، لأن الناقل طبعا لابد أن يكون فيها توعية مستمرة حقيقة من جميع الجهات المعنية حسب مسؤوليتها، لأن الناقل حقيقة متى ما توفرت له البيئة أنه ينتشر فيكون هذا كذلك فيها خطورة وفيه جهد كذلك في أعمال التقصي والمكافحة.